فيصل محمد ابو هاشم من محافظه شمال سيناء. طبعا كل الدعم وكل التأييد الى القياده السياسيه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعمه للترشح لرئاسه الجمهوريه. هذا الدعم مش دعم اعمى ولا دعم بدون فهم، لا، احنا مقرين ان في مشكله اقتصاديه عندنا، مقرين ان في سوء معيشه عندنا، لكن لابد ان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يستكمل هذه الدوره لكي يستكمل مشروعات التنميه اللي بدا فيها. لن ننكر ان مصر كانت تتعرض لموجه ارهاب، انا بكلمكم من شمال سيناء واحنا حاسينها طبعا. موجه الارهاب دي بفضل القياده السياسيه تم القضاء عليها، عدنا حاسين احنا في امن وفي امان في البلد. هذا الامن والامان بالنسبه لنا اهم من الاكل والشرب، لكن مشكله الاكل والشرب وغلاء الاسعار وغلاء المعيشه هي يعتبر مشكله عامه على مستوى العالم. ان شاء الله ربنا يسهل في هذه الفتره القادمه تنتهي هذه المشكله، وكل الدعم لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.